السلام عليكم، معكم الممثلة أسماء بن زكر ورئيسة جمعية فرح للتربية والثقافة والفنون ورئيسة مهرجان إبداعات سينما تلميذ. هو بصراحة هذا التكريم بالنسبة لي شي حاجة كبيرة، اللي هو تشجيع جميع النساء، تشجيع جميع النساء كيف ما قلت، لأن كنزيدوا على العاتق ديالنا أننا نزيدوا أكثر نعطيو أكثر لهذا المجتمع. اليوم كما كتشوفوا كاين تكريمات عدة يعني فئات في مجال الفن والثقافة والطب والقضاء، وكنشكروا يعني هاد الناس اللي عملوا هاد المبادرة الطيبة في حق المكرمات. وكنقول مع هذا المنبر جميع النساء كل عام وانتن بألف خير. الله يجعل ان شاء الله هذه السنه تكون مباركه علينا ولكم بالصحه والسلامه والرزق ومزيد من النجاح والتألق باذن الله. تحياتي. بطبيعه الحال احنا في طور واحد الانجاز، واحد العمل اللي هو مسلسل ان شاء الله، نخليه مفاجاه للجمهور ديالي. ولكن دابا كاين مسلسل اللي كيتعرض على قناه ثانيه بالاخراج علي الطايري، اللي هو الزداد ببطوله محمد الخياري وعديد من الفنانين، لعب انا الدور ديال حكمه عزه. غتشوفوا اسماء بن زكر يعني في شكل اخر ان شاء الله، اللي صورنا في مدينه ورزازات، يعني جد رائعه مدينه ورزازات، والاجواء كانت جميله جدا.